بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، درسنا لهذا اليوم هو الكلام الغير مباشر لجملة السؤال، يونت 3 لسن 4. Reported question، الكلام الغير مباشر لجملة السؤال أو الكلام المنقول، هذا معنى الـ reported question. سؤال: كيف يعرف الطالب جملة الكلام المباشر ويحولها إلى الكلام الغير مباشر، يعني الكلام المنقول؟ الجواب: جملة الكلام المباشر تكون محصورة بين علامات اقتباس، مثل ما موجود هذان علامات الاقتباس. هذه الكلام المباشر دائما ينحصر بين هاي العلامات، وعند تحويلها إلى كلام غير مباشر تحذف هذه العلامات. وهنالك خطوات عزيز الطالب، هنالك خطوات لتحويل جملة السؤال من الكلام المباشر إلى الكلام الغير مباشر. ملاحظة: لتحويل جملة السؤال من الكلام المباشر إلى الكلام الغير مباشر يجب على الطالب، يجب على الطالب اتباع الخطوات الآتية. هاي خطوات الطالب يجب أن يتبعها لحل الجملة. 1، نكتب جملة القول. أولا نكتب جملة القول، هاي جملة القول، نكتب جملة القول أولا. وجملة القول دائما تأتي بعد جملة الكلام المباشر المحصور بعلامات اقتباس. ثانيا أداة الربط، نضع أداة ربط، يعني نستخدم أداة ربط، وتكون أداة الربط وتكون أداة وتكون أداة السؤال التي تأتي أو التي تبدأ بWH question، يعني أدوات السؤال اللي تبدأ بWH question، مثل where، مثل when، how، what، إلى آخره، حتى how أيضا وياهن. وإذا لم توجد هذه الكلمات أدوات السؤال، نستخدم if، نستخدم if لربط الجملتين، يعني جملة القول والجملة الأصلية الموجودة بين علامات الاقتباس. 3، فاعل الجملة، يعني يجي هسه انا فاعل الجملة، فاعل الجملة اذا كان فاعل الجملة، واذا كان فاعل الجملة يو، نحولها الى ضمير فاعل، يعني هاي اليو نحولها الى ضمير فاعل حسب ضمير المفعول به الموجود نهاية جملة القول. يعني هاي اليو الموجودة اللي نريد نحولها، نحولها إلى آي إذا كان ضمير المفعول به مي، يعني إذا مثلا هي asked me أو she asked me، هاي المي لأن مؤليون حولها إلى آي لأن موجود ميم، وإلى شي، وإلى شي إذا كان ضمير المفعول به هير، يعني إذا هير وموجودة يو، ليو تحولها إلى شي. 4، نحول زمن الفعل من، هذا التحويل كلش مهم، نحول من المضارع، هاي الألوان، من المضارع
إلى الماضي، يعني من المضارع البسيط مقصود بها، من المضارع إلى الماضي، من الماضي إلى الماضي التام، يعني هذه تصريفات للفعل دال، ومن الماضي المستمر طبعا هي إلى الماضي راح يصير الماضي التام المستمر، من الماضي المستمر إلى الماضي التام المستمر. هاي إذا جت جملة بالماضي المستمر تصير تام مستمر. ها من المضارع التام نحولها إلى الماضي الماضي التام. هاي التحويلات كلش ضرورية الطالب يجب أن يفهمها. عندنا خامسا نحذف، نعم خامسا نحذف. شن نحذف؟ نعم نحذف أفعال العمل إذا وجدت بالجملة أفعال عمل مثل الدو والديد، دو ديد وداز، ذنين حذفا، يعني نحول الفعل الرئيسي. علامات الاقتباس أيضا وعلامة السؤال أيضا نحذف، علامات السؤال وعلامة السؤال وعلامة الاقتباس، علامات الاقتباس نحذفهن ونضع نقطة. نعم هسه الجملة تصير عندنا يعني مو جملة سؤال، تصير جملة افيرماتيف، يعني مو جملة سؤال، جملة مثبتة. وهذه هنايا الخطوات لازم الطالب يحفظهن، يعني نعيد هنايا نقول اولا جملة القول تنزل، ثانيا نربط بالاداة اذا موجود دبليو اتش كويشن، إذا موجود دبليو اتش كويشن نربطه بدبليو اتش كويشن، وإذا ما موجود دبليو اتش كويشن نربطه بإف. إف دائما إذا ما موجود أدوات سؤال تبدأ بدبليو اتش تربط أنت بإف. ترجع ثالثا تضع الفاعل، من تضع الفاعل فاعل الجملة المقصود، فاعل الجملة أنت تجيبها منين؟ من الجملة طبعا. إذا كان فاعل الجملة يو شو يدير بالك هنا من اليو، اليو نحولها، هاي اليو نحولها طبعا الى اي اذا موجود مي، ونحولها الى شي اذا موجود هير، هاي الهير نشوف هير اللي يصير شي بالتحويل، وهكذا. واذا مثلا موجود هيم يصير هي. اربعا نحول الزمن الفعل، هذا كلش مهمة. وصلنا للفعل، اذا مضارع سوي ماضي بسيط، واذا ماضي بسيط سوي ماضي تام، ماضي تام، وإذا موجود ماضي مستمر سوي ماضي تام مستمر، ماضي تام مستمر، وإذا مضارع تام سوي ماضي تام. الحذف هنا طبعا إذا أنت موجود بالجملة، شاهدت بالجملة مالتك داز ديد دوه، ذني لازم تحذفين. شو تسوي بعد؟ تحذف علامة السؤال. ليش تحذف علامة السؤال؟ احنا ما بقى عندنا سؤال، ما بقى عندنا سؤال حتى نضع أداة السؤال، جان حوله إلى جواب. ولذلك نحذف علامة السؤال، نحذف علامات الاقتباس، لأن هذا راح يصير علامة الاقتباس دلالة على الكلام المباشر، احنا جان نحول إلى كلام غير مباشر، إذا ما بها بعد فائدة إن نحذفها، ونضع نقطة بدل من علامة سؤال هذا الموجود. هسه عندنا مثال، مثال الطالب احتمال مستوى ضعيف، ما يعرف ياها جملة القول، ما يعرف ياها الجملة الرئيسية، علامات الاقتباس. لاحظ هاي الجملة، عندنا هاي الجملة من نهاية تبدي Are you okay? Are you okay? He asked me، يعني هو سألني، هذه جملة القول he asked me، هذه وهناش موجود بين قوسين reported question، تجيك هيك جملة بالامتحان reported question، يعني حول هاي الجملة، هذه تحولها إلى الكلام الغير مباشر. هي جملة سؤال طبعا، أنت تتبع الخطوات اللي هسه شرحناها قبل شوية. أولا هاي جملة القول، هاي أول شيء تكتبها، موجود الخطوات هنا كاتبين لحل الجملة، لحل جملة نتبع الخطوات الآتية. واحد جملة القول، يعني جملة القول هاي جملة القول he asked me، هذا أول ما تخليه
هذه تكتبها تبدأ بكتابتها هي أصمي، ايش راح تسوي النوب؟ مرة ثانية رقم اثنين، نجي على رقم اثنين، تريد تربط بأداة، الأداة موجود WH هنا ما موجود، إذا ما موجود WH question يعني أدوات السؤال ما موجودة، بهالحالة أنت ايش راح تسوي؟ تربط بإف، تخلي إف وترجع تدور على الفاعل، الفاعل هنا موجود يو وموجود عندك مي، هاي من نشوف مي هاي اليو نحولها الى شنو؟ الى اي. ومن نشوف هنا هاي من نشوف اذا هنا هم يعني مكان مي اليو تحول الى هي، واذا موجود هنا هير هنا مكان المي اليو تتحول الى شي، واذا موجود ذيم تحولها الى ذي، وهكذا يعني حتى يصير تجانس بين المفعول به والفاعل، انت هنا تحول حسب هذا. نعم هذا الموجود. نرجع على تحويل زمن الجملة، نعيدها من الاول، نعيدها، قلنا نخلي نبدي الخطوات الاتية: واحد جملة القول، اثنين الاداة، ثلاثة فاعل الجملة، أربعة وصلنا نحول زمن الفعل الموجود. لاحظ هنا احنا جا نقول من المضارع إلى الماضي، من الماضي إلى الماضي التام. هسه هذا مضارع، الآر مضارع، إذا راح يصير ماضي، بس ها يتجانس لازم ويا من؟ ويا الفاعل اللي حولته، لأنه المي راح يصير آي، فهنا الآي ما تأخذ ويرها، نحول يعني الآر هي ماضيها وير. هسه من نحولها، من نريد نحولها الآر تتحول إلى واز حتى تتطابق ويا الآي، إذن بعدين نحذف، نحذف شو نحذف؟ نحذف علامات الاقتباس، ونحذف أيضا علامة سؤال، ونخلي نقطة، وهذا الحال موجود. هذا الحال خلي نشوف هنا، هذه جملة القول أولا، هاي جملة القول هي asked me، هاي كتبناها احنا، نقول جملة القول اولا، هاي جملة القول، هاي جملة القول، جملة القول اولا كتبناها جملة القول، ماكو WH question، اللي نبجانا دور الاخ والأداة الربط، نربط بإف، ربطنا الجملة نربط بإف، نستخدم إف، الفاعل هنا موجود يو وهنا موجود مي، إذن المي هاي اليو إذن أصلها آي، خلينا الآي هذا الفاعل، صار فاعل هسه عندنا، ماكو بعد تقديم، فاعل هذا الفاعل، ورا الفاعل زمن الجملة، هنا عندك آر، هاي الآر تجانسها ويا الآي، هي تصير ماضي لازم، فما يصير آي وير، يصير آي واز، وتكمل جملتك أوكي. هاي اوكي، وتخلي تستخدم النقطة. هذا حلينا هذا المثال، وان شاء الله فهمتوا هذه الطريقة، طريقة سهلة ومبسطة، وهذه الجمل الموجودة هنا يا باوة، هاي الجمل، هذه الجمل هي ما كل ما موجود بكتابك، يعني كل ما موجود بكتابك هاي الجمل، انت مو حاجة بعد تروح تقلب، انا جمعت هاي الجمل كلها ورتبتها، انت بس تحلها تتدرب عليها، يعني يعني الجمل الوزارية تجيك بالامتحان، من راح تجيك؟ تجيك من هاي الجمل، غيرها اكو؟ لا لا ماكو، احفظ هذه تجاوب الجملة تجيك نصا. نعم عندنا في صفحة كتاب الطالب students book، صفحة page يعني صفحة 29 29، يعني هذا تفتح كتاب الطالب في صفحة 29 وتلقي اكو مقابلة واسئلة، ونهاية الصفحة مكتوب لك حول جمل المقابلة، هاي المقابلة الى الكلام الغير مباشر. نعم احنا انا جمعتهن ذني الجمل، جمعتهن وهذا صار ست جمل، وحليتهن ايضا، حليتهن حتى الطالب يفهمهن. هسا عندك هنا الجملة الاولى نمبر 1،
هاي علامة الاقتباس. شوف هاي علامة الاقتباس، يا هذه هاي علامة الاقتباس، وهنا أيضا علامة اقتباس، وهاي سؤال. إذا هاي جملة الكلام، هاي جملة الكلام المباشر. وش عندي عندك؟ هاي جملة القول، هاي جملة القول، وورا جملة القول هذا المطلوب منك شو تسوي. هنا يقول لك reported question، يعني حول الجملة إلى الكلام الغير مباشر. احنا مثل ما فهمتك والخطوات انت موجودة قدامك، هو تكتب جملة القول اولا، she asked her، هذا هي تجيك، نزلها هنا، نزلها اولا، she asked her، هاي موجودة هنا بابا، she asked her. موجود ادوات السؤال بها الجملة؟ اي نعم، استخدمها. هاي الوات، هاي الوات استخدمها هنا، وات 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 كايند، وات كايند اوف بيلدينجز، وات كايند اوف بيلدينجز، بيلدينجز بنايات يعني عمارات، وات كايند اوف بيلدينجز. هسه نرجع على الفاعل، الفاعل هنا يو، وهنا عندك هير. انا ايش قلت؟ قلت لك من تشوف هير هاي اليو معناتها شي، فنحول شي اليوها الى شي، ونبدأ وصلنا النوب للزمن الجملة. هذا الفعل الشي تاخذ هذا الار طبعا، ويا الشي يصير واز، احنا الار مضارع نحوله الى الماضي، يعني المضارع الى الماضي والماضي الى الماضي التام. هسه هذا مضارع لازم شنو نحوله؟ نحوله للماضي، ويا الشي شي يصير؟ يصير واز، يعني هاي الار صارت واز. كملنا الجملة مثل ما موجودة famous for. نجي على الجملة الثانية، have your designs won any prizes؟ هاي جملة السؤال، يعني التصاميم، هل التصاميم ها ربحت جوائز؟ هاي التصاميم التي عملتها او عملتيها ربحت، فازت بجائزة أم لا؟ prizes يعني جوائز. she asked her، هي سألتها. نقول جملة القول أولا، فنكتب she asked her، she asked her. هنا يا طبعا لازم if نربط، لازم بف، ليش؟ لأن ما عندنا wh question، نربط الجملة بإف. she asked her هاي أولا أداة إف. هنا عندك your design، نعم your design، her design، her design، she asked her if her design won، her design had من المضارع التام، had won any prizes، had won any prizes نقطة. نجي على الجملة اللخ، الجملة الموجودة هي محالها السعين هذه، جملة اللخ هاي موجود، سؤال هاي موجود هنا، كان إراكي ومن، كان إراكي ومن، هاي بزيادة هنا يا هذه، كان إراكي ومن always be، كان إراكي ومن always be as successful as men and their careers. She asked her أولا هاي جملة القول، ثانيا الأداة، نعم ثانيا الأداة، ثلاثة الفاعل، أربعة تحويل زمن الجملة، خمسة حذف أداة السؤال ونخلي نقطة. لاحظ she asked her هذه جملة القول نزلناها، النوب الأداة if، ليش if؟ لأن ما عندنا wh question، هنا عندنا كان، ما عندنا wh question، عندنا كان. المفعول به إراكي ومن،
خلي انا هذه صارت عندنا جمله القول اداه الربط الفاعل نحول زمن الجمله. الكان مضارع نحولها الى كود ماضي كود ونكمل always be successful as successful as men in their careers in their careers. ونكمل الجملة على الجملة سؤال الأخ اللي هو she asked her هذا السؤال هو العفو when did you decide to be an architect. يعني she asked نضع جملة القول أولا الأداة ثانيا الفاعل ثالثا تحويل زمن الجملة رابعا وحذف أداة السؤال وأداة علامات الاقتباس ونضع نقطة. خلينا نشوف شلون نحل الجملة. She asked her نزلت أول شيء هذه she asked her وين الأداة نزلناها أداة الربط لأن موجودة WH she الفاعل هاي اليو وهنا هير ما دام موجود هير إذن اليو صير she هذه اليو حولناها إلى she والجملة بيا زمن الجملة بزمن الماضي شلون عرفنا بزمن الماضي من did جملة زمن ماضي did يشير للزمن الماضي. شو نسوي لها أفعال العمل أفعال العمل نحذفها يعني هسه تد نحذفها ونحول زمن الجملة باوة شي ماضي تام هاد وتصريف ذات للفعل هاد انت تدخلها من عندك تجيبها جيب هاد من عندك مال هاد مال القاعدة decided صرفت الفعل هذا صرفته إلى الماضي التام صار عندنا هذا الحل من ناية ذاك تكملة الجملة she had asked her هذا جملة القول الأداة الربط when الفاعل she من الماضي للماضي التام من الماضي للماضي التام حولنا إلى had وتصريف ثالث للفعل had وتصريف ثالث للفعل هذا الماضي التام كملنا الجملة to be an architect يعني تكون مهندس. She asked her متى قررت أن تكوني مهندسة معمارية أركيتكت مهندس معماري. نعم جعل الجملة رقم خمسة جملة رقم خمسة هذه الجملة رقم خمسة مبدأ أبواي يعني هاي دبل اتش كسر رحنا نربط بيها الجملة بالماضي يعني رحنا نحول للماضي التام الفاعل يو يعني راح يصير شي نعم الماضي التام رحنا نستخدم هذا ونصرف هذا الفعل للتصريف الثالث ونكمل الجملة وعندك أداة السؤال نحذفها وعلامات الاقتباس أيضا نحذفها ونخلي نقطة. جملة القول she asked her نزلت أولا هذه مثل ما موجود أمامك عزيز الطالب هذه منين جبناها هذه موجودة هذه من تجيك الجملة بالوزارة ينطوك هاي الجملة القول تنزل أولا حتى لو جتك جملة القول بداية الجملة ماكو كل مشكلة تنزلها أولا نزلنا جملة القول هذه بعدها ربطنا بأداة الموجودة WH question النوب هنا الشي هذه فاعل الجملة لأن اليو صارت شي على المود موجود هير هاي هير معناته هي وهنا صارت شي هاد هذا القاعدة ماضي تام هذا التصريف ثالث للفعل wanted to be an architect. اجعل الجملة رقم ستة جملة رقم ستة مثل ما شوف لها حلين تستخدم هذا اي واحد من هذين. Can you tell me more about your ground. نعم she asked her طلبت منها او سألتها هاي جملة القول about her ground يعني عن خلفيتها عن نعم الجراوند سألتها about her ground عن ممتلكاتها عن شغلات أخرى نعم ما خص background نعم عندك she asked her if she could tell her إذا تستطيع تخبرها about her
ground ايضا هذا حولناه هسه الى الكلام الغير مباشر. نعم الجمل الموجودة بكتاب التمارين كتاب النشاط الاكتيفيتي بوك عندك في صفحة 56 هاي جمل موجودة وبصفحة 57 وF في 71 وG 72 مثل ما موجودة هنا جمل في صفحة 72 أيضا وهذا كل ما موجود بالكتاب. خلي نشوف جملة أو جملتين نحل كياها حتى تكون أكثر تفهم أكثر. نعم Do you know I asked him. Do you know I asked him. احنا لازم نتبع الخطوات حتى منتهي نحفظ الخطوات ونقول جملة القول اولا جملة القول اداة الربط الفاعل زمن الجملة نحول زمن الجملة هسه جملة القول I asked him يعني اليو هاي اذا موجودة هنا اليو وهنا يهم هاي اليو شنو يعني هي معناتها هي فنحل هاي الجملة نقول I asked him. نعم هنا عندي هذا افعال عمل تنحذف والجملة مضارع نربط بف ما عندنا دبليج كوشن نربط بف نقول I asked him if he نو صير نيو نيو كي ان اي دبليو نقطة ذن نحذف هذا الحال. الجملة الثانية موجود جملة ثانية Are you okay? He asked me Are you okay? هاي هم مضارع يعني حل هاي نفس حل هاي الفوق هاي هاي جملة رقم اثنين نفس جملة رقم واحد تنزل جملة القول أولا He asked me if ليش لأن عندنا ما عندنا دبليج كوشن نربط بف نحول الار إلى الماضي حسب ما موجود المي هاي المي موجودة هنا ضمير مفعول به مي وهنا اليو إذن هاي اليو آي فنقول he asked me if I if I هاي يصير I if I الآي تأخذ was احنا قلنا من المضارع الماضي فصير was okay نقطة. جملة رقم 3 what are you doing ماذا تعمل هو سألني he asked me سألني ماذا تعمل what نستخدم الأداة الربط what هنا يمي إذن I صير I يصير I what I والR صير was ونكمل الجملة الأخير what I was doing نخلي نقطة لا تنسون لا تخلون علامة السؤال لا تخلي علامة السؤال. جملة رقم 4 Did you have fun? She asked. نعم She asked يعني she asked me معناته She asked me if نحذف did if I هنا من الماضي للماضي التام هاش وخاف يسبب لك يعني يعني تخربطك شيء لأن هاي ماضي إذا الماضي للماضي التام هنا راح تدخل هاد وهاي تصير هاد أيضا هاد هاي الها بتحولها then she asked me if I هاد ما القاعدة وبعدها تصيف ذات للفعل إذا هاف الثاني هاي الهاف تصير هاد وفان ونحذف علامة سؤال ونخلي نقطة أيضا. الحل بالكامل عيده She asked me if I had fun نقطة هالشكل. جملة الأخ Where has she been? I asked أنا سألت I asked where she had been إلى المضارع التام إلى الماضي التام. جملة الأخ What will نعم هاي جملة
What will they say? She asked. نضع جملة القول أولا مثل ما قلنا. She asked. What they would. الول الصير would ماضيها. What she asked. What they would say. جملة له. Can you help? He asked me if I could help. وهكذا التمرين خلص. وعندنا التمرين الأخ في صفحة 57. هذا مهم دائما يجيبون منا التمرين أكثر من مرة. جابوا منا جمل بالوزاري. خلينا نشوف الجملة رقم 1. How long was the training? باو هنا هاي جملة ماضي. جملة القول تنزل أولا. He asked me. الأداة how long. الفاعل the training. هذا the training الفاعل. He asked me how long the training. الماضي إلى الماضي التام. إذن الواز راح نسويها ماضي التام. خلي هاد استخدم هاد مات القاعدة مع الماضي التام. هاد بي تصريف ثالث تصير بن. نعيد الحال. He asked me how long the training had been. تعال على الجملة الأخرى. الجملة الأخرى مهمة أيضا. How long have you been flying? She asked me. جملة القول الأداة how long مرة ثانية. خطوة ثانية how long. She asked me how long. المي هاي وهنا اليو. إذن هاي يصير I. How long I had been flying. هذا الحال had been flying. جملة الأخ. Do you still like the job? He asked me أولا. نضعها أولا جملة القول أداة الرابط. هنا ماكو دبليو اتش كويشن. إذن بادي بدو هذه إذا نستخدم إف نحذف دو نستخدم إف. He asked me نكتب النوب إف اليو هاي يصير آي. إف آي ستيل لايك يصير لايك تضيف لها دي ذا جوب نقطة. هذا اعتقد الطالب يتبع هاي الخطوات وما تعصى عليه ولا جملة من هاي الجمل. هاي كل جمل الموجودة هنا بهذا التمرين. خلينا نحل هاي الجملة. Can I borrow some money? She asked me. يعني هل استطيع ان استعير بعض النقود؟ نعم. Reported question مكتوب لك هاي reported question. يعني حول الجملة إلى الكلام الغير مباشر. هي جملة السؤال. هذا نبدأ بالحل. جملة القول أولا الأداة ثانيا الفاعل ثالثا زمن الجملة رابعا وخامسا نحذف أداة السؤال وعلامات الاقتباس. نبدأ بالحل. She asked me هاي أولا. If نربط بإف و I نعم نايل مي. She asked me if she طبعا هنا عكس ما موجود هناك عندنا كان اليو. She asked me إذن هذا she asked me can I يعني كان شي هي هذا الشيء. نعم. She asked me نعم if she could نعم هاي could صير borrow some money. نعم. She asked me if she could borrow some money. نعم. هذا الآي
يرجع على الفاعل الشيء فيصير اف شيء. نعم. ثانيا Where did you lose your purse? I asked her. أنا سألتها أين؟ أين؟ فقدت lose يفقد your purse يعني محفظتك. الحل شلون راح يصير؟ جملة القول أولا هذه الأداة ثانيا ماكو اف هنا موجودة أداة ربط W H question. نعم جملة القول أولا أداة الربط ثانيا did تنحذف. نعم الفاعل نعم الفاعل هاي اليو صير هنا هير وهنا كيو تصير شي تصير شي هاي اليو صير شي انه هنا لوز يصير هاد لوست. ليش؟ لان قلنا من الماضي للماضي التام. الماضي التام شلون هاد وتصريف ذات الفعل هاد انت تجيبها مع القاعدة وهاي اللوز صير lost. الحال نعيد الحال I asked her where she had lost her purse. نعم her purse يعني محفظتها. هذا الشرح اعتقد الطالب اذا طبق هذه القواعد اللي شرحناها بكل بساطة يقدر يحل أكبر جملة تجي وما عندنا جمل عدا هاي الجمل الموجودة أمامك. وإن شاء الله استفاديتوا من هذا الدرس. نسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا أيضا في تقديم دروس أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.